طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. هل ستشكل إيران الحكومة المقبلة في العراق في ظل مواصلة قائد فيلق القدس الذراع الخارجي للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني زيارته إلى العراق، وفي ظل استمرار الأزمة بشأن نتائج الانتخابات وتداعيات محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، حيث وجهت أوساط أمريكية اتهامات إلى قوى متحالفة مع طهران بالضلوع فيها؟ وأكد التلفزيون الإيراني بأن قاني اجتمع في العاصمة العراقية بغداد مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي وقيادة سياسية سنية، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى إقليم كردستان العراق لإجراء مباحثات مع القادة الكرد. وكان قائد فيلق القدس الإيراني قد التقى يوم الاثنين مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح، فضلا عن لقاءاته مع قادة القوى السياسية بما فيها القوى المقربة من إيران، حيث تشدد إيران ضغطها على وكلائها في العراق للوصول إلى توافق حكومي يحتوي الأزمة المشتعلة بين الإطار التنسيقي التابع للميليشيات وبين التيار الصدري. وبحسب مصادر فإن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني طلب من كتل الميليشيات وقف التصعيد واللجوء إلى الحل التوافقي. دعونا نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. شهر كامل مر على إجراء الانتخابات في العراق من دون تغيير مهم في النتائج بعد الطعون المقدمة. شهدت هذه الفترة توتر شديد على المستوى السياسي والأمني، ووصل إلى مرحلة خطيرة بمحاولة اغتيال الكاظمي بطائرة مسيرة. الميليشيات الرافضة لنتائج الانتخابات ما زالت تتمسك بخيار المزيد من الطعون، وهددت بالعصا الغليظة، ولم تستبعد سيناريو المطالبة بإعادة الانتخابات من جديد. وفي الطرف المقابل يبدو أن تيار الصدر أكثر تمسكاً بخيارات التغلب، وعن ذلك يقول القيادي فيه عصام حسين إن القوى الرافضة لنتائج الانتخابات تريد إدخال العراق في أزمات حتى تصل بالنهاية إلى حلول لصالحها، مبيناً أن عملية استهداف الكاظمي هي ترجمة للاحتجاج على نتائج الانتخابات. اتساع الأزمة بين الميليشيات الفائزة والخاسرة دفع إيران للتدخل عبر إرسال قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني إلى بغداد. وبحسب مصادر فإن قاني يريد من الأطراف الوصول إلى حكومة توافقية بغض النظر عما حققته كل كتلة في الانتخابات. وتؤكد ذلك تصريحات زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي بخصوص الحل التوافقي بالرعاية الإيرانية. يعني بالنتيجة جمهورية إسلامية دولة جارة مهمة لديها يعني إمكانيات ووضع، وهي دولة أكثر من دولة إقليمية، يعني هي ممكن دولة عظمى إلا شوية، ولديها علاقاتها وتأثيرها، وأعتقد أكيدا أنه تستطيع أن تلعب دورا إيجابيا في مساعدة الحكومة والأطراف العراقية على أنه تتجاوز مراحل التصعيد والخلاف اللي موجود وتعبر جميعا إلى بر الأمان. السعي الإيراني إلى سوق الأطراف المتنازعة بالعصا الغليظة إلى التوافق يبين مدى تخوفها من انفراط عقد العملية السياسية التي تعد الكفيل الوحيد باستمرار حالة عراق لا دولة المهيمن عليه من القوى الخارجية. ورغم ذلك يرى مراقبون أن المهمة الإيرانية هذه المرة ستكون معقدة تأثراً بتعقد الوضع الإقليمي وتزايد الضغوط على النظام الإيراني. نعم، طبعا السفير الإيراني في بغداد إرج مسجدي قال متحدثا للتلفزيون الإيراني بأن إسماعيل قاني دعا خلال لقاءاته مع الأطراف في العراق إلى الهدوء والتعاون، مؤكدا بأنه أكد دعم إيران
للمسار القانوني بشأن الانتخابات وإعلان نتائجها، وفيما تواصل القوى المتحالفة مع إيران احتجاجاتها على نتائج الانتخابات، قال مسجدي بأن قاني أكد ضرورة احترام النتائج النهائية للانتخابات التي ستعلنها المفوضية والمؤسسات الرسمية في العراق. ودعا السفير الإيراني في بغداد المحتجين على نتائج الانتخابات إلى التعاون بعد إعلان النتائج النهائية، مضيفا بأن قائد قوة القدس الإيرانية شدد على ضرورة أن تكون الاعتراضات والطعون على نتائج الانتخابات وفق القانون بحسب تصريحه. بشأن حادث استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليلة السبت على الأحد بمسيرات، ندد إسماعيل قاني كما أشارت مصادر صحفية بالحادث بحسب أو نقل عن السفير الإيراني إرج مسجدي، داعيا إلى إجراء تحقيق دقيق في جميع أبعاد الواقعة، مع تأكيده على ضرورة معاقبة الجناة في إطار القانون بعدما تعلن نتائج التحقيقات. وأضاف السفير الإيراني بأن بلاده لا يوجد لديها أي خطة أو أي خط أحمر، ويجب معاقبة كل من يثبت تورطه في الهجوم على منزل رئيس الوزراء. ولفت إلى أن قاني أكد بشكل صريح وحازم ضرورة معاقبة المتورطين وفق القانون أيا كانوا بحسب تعبيره. طبعا اقتراح، هناك اليوم حديث عن اقتراح إيراني بحكومة توافقية وليست حكومة أغلبية كما يعني دعا إليها مقتدى الصدر. شهر كامل صار على إجراء الانتخابات التشريعية في العراق وانتهاء مفوضية الانتخابات من النظر بالطعون من دون تغيير مهم أو يشكل فارق في النتائج، في ظل استمرار تشكيك القوى السياسية وأجنحة الميليشيات الحليفة لإيران بنزاهة نتائج الانتخابات بعد تراجع مقاعدها بشكل كبير، وفي أجواء من التوتر الأمني الذي كما أشرنا في بداية الحلقة الذي تبع محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، دخلت إيران على الخط في محاولة للخروج للأزمة عبر الدفع نحو حكومة توافقية. هذه المعلومات تأتي عن تدخل إيراني للحلحلة بعد زيارة قائد فيلق القدس إسماعيل قاني إلى بغداد يوم الأحد والاثنين، وذلك بعد استهداف مقر الكاظمي في المنطقة الخضراء، والذي وجهت أصابع الاتهام به إلى ميليشيات موالية لطهران. فهل ستشكل إيران الحكومة المقبلة في العراق على أساس توافقي كما أشار إلى هذا التعبير إسماعيل قاني؟ معنا اتصال أبو عراق من الفلوجة. تفضل أبو عراق، هل تشكل إيران برأيك الحكومة المقبلة في العراق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخوي العزيز. هذا السؤال هو يطرح نفسه، والله ما حاجة ترى لا الانتخابات ولا عم، إذا ما تجينا الورقة من إيران ها فلان وفلان هم الحكومة، ولا هاي حال العالم تطبق بالسوالف. الله وكيلك، احنا هسه أقول لك تابعين لإيران، خاف أحد يقول لك عراق، ما تقول لي عراق، ناحية تابعة لإيران، وقرة عينهم سنة وشيعة، قرة عينهم من قاعدين يمقاني ويعطيهم التعليمات. ما عيب عليكم، وانت دولة، وين سيادتكم؟ زين، إذا هذه الأطراف اللي خسرت في الانتخابات مصرة على حكومة توافقية بحسب الطرح الإيراني، ليش سووا لعد هذه الانتخابات اللي ما شارك بها، يعني لم يشارك بها العراقيون نسبة 12% 15% اللي شاركوا؟ كان ما سووا، خلص شكلوا حكومة توافقية بدون هذه الخسائر المالية والدعاية الانتخابية لهذه الانتخابات. أستاذ العزيز، وهاي مال الانتخابات جايبينها من مال خلفهم، هم جايبوا كل من مال الشعب يخلوه. الله يرضى عليك عمي، احنا الشغلة مكشوفة، لعبة مكشوفة،
استاذ العزيز ارجع واقول لك، انا بكل حلقه اقول لكم هاي الانتخابات انا اعتبرها انتصار الشعب، الشعب انتصر كشف هسه كل الاوراق. احنا ليش هاي اول نوبه هو يتدخل ايران بينا؟ اول نوبه ما كافي يا شعب، ما كافي يا حكومه، كافي لعب ما فيكم ترى بعد. انا ارجع واقول لك هاي السنه انتصار الشعب، واطالب من خلال منبركم اذا اكو لجان تحقيق عندهم ضمير وعندهم ملان العراق، اول وحده قبل الكاظمي خلي يكشفوا لي القتله والمتظاهرين اللي اخواننا هسه بالجنوب امهاتنا وخواتنا وابهاتنا ينتظرون شو وقت العقاب اللي قتل اولادهم. انا اكد على هاي النقطه. اما هاي شغله الكاظمي هاي لعبه بيناتهم هم يحلوها لغز لغز، هذا هم يتهمونه. انا اطالب وارجع واقول لك اطالب قتله المتظاهرين اللي هسه امهاتها تنتظر هسه دموعها بعدها لحد الان تنزف. نعم اريد القتله وين ودوهم؟ وين لجان التحقيق؟ فتحنا لجنه التحقيق وقالوا وينهم؟ وينهم؟ نعم ابو عراق يضحكون علينا. أنا أشكرك أبو عراق من فلوجة. كان معنا أبو علي من أبو غراب. أبو علي، هل تشكل إيران الحكومة المقبلة في العراق؟ أبو علي تسمعني؟ أبو علي يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. أبو علي هناك مشكلة في الاتصال مع أبو علي من أبو غراب. طبعا بعد مرور شهر كامل على الانتخابات الانقسام السياسي مستمر حول النتائج الأولية على الرغم من انتهاء مفوضية الانتخابات من النظر والتدقيق بجميع الطعون المقدمة وإعلانها الاثنين الماضي عن انتهاء عملية فتح أكثر من 14 ألف محطة انتخابية وعد وفرز أصواتها يدويا، مؤكدة بأن النتائج كانت مطابقة للأرقام والبيانات المعتمدة في أجهزة العد الإلكتروني، وهو ما يعني بأن لا تغيير ملموس في النتائج الأولية التي أعلنت قبل نحو 4 أسابيع. وينتظر إعلان اللجنة القضائية المكلفة بالنظر في الطعون انتهاء مهمتها وتحويل النتائج الحالية إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها واعتبارها نافذة. معنا اتصال أبو علي من البصرة. أبو علي، هل برأيك إيران سوف تشكل الحكومة المقبلة في العراق في ظل يعني دعوة إسماعيل قاني إلى تشكيل حكومة توافقية وليس حكومة أغلبية؟ وجهة إيران أكست باليمن، إيران قتلت على عبد الله صالح، قتلت الحريري، إيران الميليشيات لديها طائرات مسيرة، إيران الميليشيات هي نفسها الميليشيات اللي طلعوا مظاهرات، هي نفسها الميليشيات كتلتهم حتى ذبها بالحكومة. أنا ما دافع عن الحكومة، الحكومة فاشلة وضعيفة، والكاظمي لو زلمة رجل هاي المظاهرات مالتهم والمقرات مالتهم اتفرقت، لا هو لا يحتقل القادة ما يسمون قيس الخدعي وهذا العامري اللي ضربوا المغدادية، هم هاي ضربة المغدادية والطائرة المسيرة ضربوا بيت الكاظمي حتى يضيعون شغلة المغدادية. هم كل دمار العراق هم هاي الميليشيات، الميليشيات هي دمرت العراق. كل وطن يا ما عندكم، انتم ناس منبوذين وناس قتلة، وكل دين ما عندكم، انتم اهم شيء وكذابين، كلكم كذابين، انتم وايران تكذبون على العراق، تصريحاتكم كلها كذب، انتم كذابين، ما عندكم وطنيه، تبررون لقتلكم، تبررون لاختطافكم، قتلتوا اهل رمادي، دمرتوا الموصل، دمرتوا الجنوب، انتم كل وطنيه ما عندكم وكل ولاء للعراق ما عندكم، انتم ولاكم لايران. عمي انتم ما تمثلونا، احنا ناس عراقيين عرب، احنا وطنيين،
احنا ما حتى انا ما عندي ما اقول شيء انا وطني، انا وطني واحب الرمادي واحب الموصل، انا عندي الموصل والرمادي تسوى ايران وابو ايران. شكرا استاذي. ما جاوبتني ابو علي. ابو علي من البصره كان معنا، شكرا جزيلا لك. ابو علي من ابو غراب يعاود الاتصال بنا، تفضل ابو علي. برايك هل ايران سوف تشكل الحكومه المقبله في العراق؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا عمي ايران لا تفيد العراق ولا تشكل حكومه هي ايران. ايران جو الباء هذا اللي من يجي الميليشيات ويجتمع بيهم يريد يهدي الموضع. نعم. الوضع يهدي الوضع، يقول لهم بطلب من هاي السالفة ترى 57 بالجو ويدلونهم واحد. نعم. حتى اللي يروح للحمام يدلونه، حتى اللي يروح لأي مكان بيت ما لا يدلونه 57 فوقه. خلي يذكرون قاسم السليماني هذا قال قلت قبل مثلا هذا كانوا وياهم العراقي والله ما حصل والله حتى اساميهم الله ابو مهدي المهندس تقصد حتى ايه مهدي المهندس مدري مهدي المهندس مدري سامي المهندس ايه. احنا العراقيين متالفين السنه والشيعه واحنا ما بيناتنا كراهيه الحمد لله والشكر عايشين بالعراق. نعم. هذول جاي يتنافسون على مود المنص وإذا يقعدون بالمناصب يثبرونها كبير وما يجبرونها من هنا إلى هنا ولا يحلون ولا يربطون وعايشين وماكو فرق بين لا سنة ولا شيعة ولا كراد والحمد لله متأخبين والحمد لله والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا ياسر من الفلوجة. ياسر برأيك في ظل طرح إيران عبر إسماعيل قاني لتشكيل حكومة توافقية بغض النظر عن نتائج الانتخابات، هل سوف تشكل إيران الحكومة المقبلة في العراق؟ تفضل ياسر. شلون أخي؟ تسمعني؟ شلون أخي؟ صوتك بعيد ما أسمع عليك. تسمعني هسه؟ تفضل أنت بخابر تفضل. لا والله ان شاء الله مختاره بحظهم الدنيا اخره. يا اخي اسمعني من التلفون واتركني اترك التلفزيون تفضل. اي غيرك اسمعك اخي اسمع. اقول لك من اسف على ربعنا السنه السياسيين من اسف على ربعنا السياسيين اللي خلانا يضحكون علينا وقتلوا شعبنا وبهدلونا وهجرونا ما خلونا لا سند ولا دمروا الشعب كله. والله مثل احنا نقول ان شاء الله حسب الله ونعم الوكيل خليهم كل بعض يسويش فيه. نعم الله نعم مشكلة. ياسر اهلا وسهلا بك. ابو جعفر من الانبار. ابو جعفر هل سوف تشكل ايران الحكومة المقبلة في العراق او برعايتها؟ الحكومة العراقية فاشلة وصامتة وماكو سيادة بالعراق مردهم ماكو إلا الله سبحانه وتعالى يرجع بالطيبين لك والله. وكلها من الشارع من جنوبهم وبالسلة وبالفلوجة وبالمدرش من ما فيه كلها فاشلة وصامتة الله وكيل. زين صارت انتخابات. نعم صارت انتخابات وطلعت نتائج وطبعا المشاركة ضعيفة جدا بهذه الانتخابات. اليوم إيران تطرح مشروع إلى تشكيل حكومة توافقية بغض النظر عن نتائج الانتخابات. زين يابا ليش سويتوا انتخابات؟ ما كان شكلتوا حكومة بيناتكم فضيتوها؟ والله ما في حكومة بعد أبدا. شلون؟ ما زول إيران ورانا أبد ما في حكومة. وهنا أنا عندك بالبلود هم ليشات يقولون إحنا حماية الحلبوسي طلع مو حماية الحلبوسي طلع من الفلوجة والمني بيقول الحلال ويقول صوفة ما إلك وكلها ميليشيات وين ما تروح والله لاكو غيره لاكو شرف لاكو ناموس فردنا من قبعة. نعم والله
ما احنا قطعنا نفسنا سلام الامر بيد الله. الواحد القهار بس الاراضيين يتكلون على الله ويركعون ويسجدون لله سبحانه وتعالى ويرجعون ويتوحدون من بصرتها الى مصرها. ماكو هذا فلاني وهذا فلتاني عراق وبس. نعم. والله يعين العراق والله يعين شعب العراق الطيبين كل نساء ورجال و... آمين يا رب. والمعانا بالله. ونعم بالله. أنا أشكرك أبو جعفر من الأنبار كان معنا. طبعا في ظل هذه الأجواء كشف مسؤول في بغداد لصحيفة العربي الجديد بأن الإيرانيين غير موافقين على دعوات حلفائهم في بغداد لإلغاء نتائج الانتخابات ويطرحون مشروعا أسماه مشروعا وسطيا للخروج من الأزمة عبر حكومة توافقية بغض النظر عما حققته كل كتلة من الكتل السياسية الشيعية التي جرى العرف السياسي في العراق بعد الغزو الأمريكي بأن يكون منصب رئاسة الحكومة من نصيب المكون العربي الشيعي على غرار العرف السائد في مناصب رئيس البرلمان والجمهورية للمكونين العربي السني والكردي. واعتبر المسؤول بأن تصعيد قوى الإطار التنسيقي ضد نتائج الانتخابات واستمرار تظاهرات أنصارها حول المنطقة الخضراء يهدف بشكل رئيس لرفض الإقرار بأن هذه النتائج تمثل ثقلهم الحقيقي بالشارع العراقي. وقال المسؤول بأن الأسبوع الحالي قد يشهد إرسال نتائج الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية من قبل مفوضية الانتخابات بعد انتهاء مرحلة الطعون والتدقيق بها، مؤكدا بأن خريطة توزيع مقاعد البرلمان على الكتل السياسية لن تتغير على وضعها الأول الذي أعلن في 12 أكتوبر الماضي من حيث ترتيب الفائزين باستثناء تغييرات في مقعد أو اثنين بين كتلة وأخرى أو تبدل أسماء مرشحين فائزين بآخرين من الكتلة نفسها نتيجة إعادة احتساب أصوات ملغات أو تطبيق آلية نظام الكوتا للنساء والأقليات. معنا أبو حسن من بغداد. أبو حسن، إيران تطرح مشروع حكومة توافقية بغض النظر عن نتائج الانتخابات، هل ستشكل إيران الحكومة المقبلة أو على الأقل برعاية إيران؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. أقول يا عمر طبعا إحنا عندنا سيادة، ما عندنا سيادة، إحنا صرنا ضيعة بيد إيران بيد أمريكا بيد إسرائيل بيد كل دول صارت ضدنا ودمرتنا. إحنا ما عندنا سيادة، كلها ما العدن انتخابات ما فجواتها قدام العالم. احنا سوينا انتخابات واكثر العراقيين 90% ما راحوا، يعني يعرفون هي دولة فاشلة، دولة غير عراقية ما تمكن العراق بصلة ولا لها معلومات يعني عن الحال العراقي اللي وصل به الشعب. يعني كل نواحي الحياة كلها مدمرة، يعني شايف واحد بيته مفلش، احنا العراق بيته مفلش. نعم. فضل ذول الاعداء اللي جابوا دعوتهم امريكا. زين، إذا 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 سلمنا بالأمر وتم الاتفاق فرضا، لو افترضنا جدلا بأنه تم الاتفاق على حكومة توافقية مثل ما إيران تدعو ذلك عبر سفيرها عبر إرسالها لإسماعيل قاني، ليش صارت انتخابات؟ قال لك حكومة توافقية بغض النظر عن نتائج الانتخابات. اخ هم يعني وجودهم العالم ده، نحن عندنا انتخابات وعندنا ديمقراطيه. اما اذا صارت حكومه يعني على الوضع هذا، يعني العراق راح يستمر بالتدمير اكثر فاكثر. اما منزل مال مصطفى الكاظم يعني اعتقد يعني اعتقادي بين هذا الجرندايزر ضرب الكاظمي، ماكو غيره. اذا حتى ما يعرفون يعرفون هم يعرفون يعني هم ايران، من عندنا احنا مصنع مال مسيرات في العراق؟ ما عندنا، هي ايران تصنع وتدل اليمن وسوريا ولبنان، وصاير العراق يعني صاير ضيعه مال 20 دوله ولا 30 دوله. فاذا صارت هاي حكومه يعني معناته القتل مستمر وتدمير مستمر والتجويع والهلاك للشعب العراقي اذا صارت هاي حكومه. فما يتغير اي شيء، الشعب ما عارف يعني نايم. وتكلم على احنا شعب مو واحد من الفلبون، وشوفنا حال العراق من أسوأ الى أسوأ. يعني تصور العراقي العابرين عن العمل حدث ولا حرج، سترج الدوله داره بالميليشيات العراق تقتل العراقيين
وتنزخ القرآن وتحرقه وتقتل المصلين والمتظاهر ما يدعم حقه يقتلوه، وهاي السجون الممتلئة، هاي ترى سجون هم انتشار عندهم. نعم. يعني يتزون على الناس ومدمرهم ومثلة ومهانة، يعني صدقني ذلة ومهانة. هذا نشوف نسمع أخبار والقنوات تطلع، بس الشيء زين بزين يعني عندنا، بس هاي قناة تكون محترمة يعني عراقية صرصة. والله أنا عمري يعني ماشي بالقناة شايل هم العراقيين، بس والله يوفقكم إن شاء الله. أنا أشكرك أبو حسن من بغداد، كان معنا صباح من بغداد. صباح، إيران تطرح تشكيل حكومة توافقية بغض النظر عن نتائج الانتخابات، هل ستشكل إيران الحكومة المقبلة في العراق؟ طبعا إيران يعني تطمح إلى تشكيل حكومة توافقية خوفا من التصادم والصراع الموجود بين يعني بين الولائيين اللي هم منطوين تحت راية الفتح ودولة القانون والجباء وهاي الميليشيات الولائية، بالضد من أده المصطفى الكاظمي وحكومته من جهاز مكافحة الإرهاب والجيش والداخلية، مع زائدا مقتدى الصدر والصدريين. والدليل على هذا الكلام أن زيارة اليوم الكاظمي إلى مدينة الصدر وهي ثقل الصدريين، هاي رسالة واضحة إلى الولائيين إن أنا بنص مدينة الصدر وأنا محتضنين الصدريين. قدوم إسماعيل قاني إلى بغداد للتهدئة، يعرف إذا صار تصادم ما راح تظل وجود إلى الميليشيات والحشد، راح تعتبر كلها منظمة إرهابية. فهذا قدومه بهالفترة بهذا الحرجة اللي صار بها تصعيد بهذا الأسبوع لتهدئة النفوس واللي تشكيل حكومة توافقية، هاي هم يطمحوا له. لكن الأطماع الموجودة عند السياسيين العراقيين السنة والشيعة السياسيين يعني أصبحت يعني كبيرة جدا أطماعهم في الكراسي الحكم ومنصب رئيس الوزراء، راح يصير التصادم والصراع عليه الحقيقي، لأن لا دولة القانون راح تسمح للصدريين يصيرون هم من عندهم رئيس وزراء، ولا مقتدى الصدر باعتباره هو الكتلة الفائزة والأكبر واللي راح يشكل حكومة مع حلفاء من الحلبوسي أو الأكراد أو اللي صارت الزيارات الأخيرة. فإيران تطمح للتهدئة لأن تعرف إذا صار تصعيد راح القوات التحالف وراح المجتمع العربي كله راح يعرف من دول صدق ناس خارجين عن القانون الحشد واللي القائمة اللي فازت عندهم ممكن بعشرين صوت. فحاليا احنا كل المجتمع العربي عرف ان ذول ناس ما يعتمرون بامر قائد العام للقوات المسلحه، والدليل ان الطائرات المسيره وضربهم رئيس الوزراء وماكو لا سياده ولا قانون ولا دوله عندنا، والناس خرجوا يهددون مثل قيس الخزعلي وهادي العامري خرجوا يهددون رئيس الوزراء، يعني ما ظل السياده. زين صباح، يعني هي دعت الى تشكيل حكومه توافقيه، شنو اللي اختلف عن الحكومات السابقة؟ ما كلها توافقية ومحاصصة؟ ماكو أي اختلاف. نعم. هم يريدون ناس ولائيين وناس يؤتمرون بأمر جارة السوء إيران، وفعلا احنا نعتبر انفسنا حاليا من 2003 ولحد الآن محافظة تابعة إلى إيران. فإيران تريد تستمر بهذا النهج، إن الحكومة راح تشكل يسموها توافقية لكن هي من حزب الدعوة اللي ربا هو بدل ربا وترعرع في أحضان إيران، ويعتبرون لهم مطيعين لهم مثل المالكي وغير المالكي وعادل عبد المهدي وحيدر العبادي، فيريدون هيش توافقية يسموها على مصلحة منه، على مصلحة الشعب العراقي. شوف نسبة الفقر التقرير النزل اللي هو 31% وغيرها، فعلى مصلحتنا ودماء العراقيين احنا السنة والشيعة. أنا أشكرك صباح من بغداد، كان معنا أم علي من أربيل، تفضل يا أم علي. أم علي تسمعيني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. ليش تحكي عن حسد أخويا؟ شون؟ أنت ليش تحكي عن حسد؟ وين حاكين إحنا على الحشد؟ على الميليشيات. لا إحنا قلنا إيران، هل ستشكل إيران الحكومة المقبلة في العراق؟ إيران دولة شيعية، ليش ما تزعل قطر، سعودية، إمارات؟ إي من تطرح هذه الدول ماشي، من تدز هذه الدول سفيرها أو مسؤول عسكري إلى العراق وتجتمع بالقيادات بالعراق وتضغط عليهم، نحكي عليهم بذاك الوقت. حاضر. السعودية فجروا يعني أنت بخابرة شلون؟
السعودية انفجر العراق قد ليه؟ الحاليات جاء من السعودية من العراق. ليش الحكومة اللي عدم سوى وياها تمثيل دبلوماسي؟ إيران لا ولا داعش ولا لا. شوفي اللي بصفش خلي هو يحكي، لا ينطق بيك الرجال. إذا الرجال اللي بصفش خلي يحكي ويا أنا قبل. الرجل رجل مو يدز مرة ينطق بيها ويطلع باسمه الصريح ومكانه الصريح الرجل. على كل حال معنا علي من المدان، تفضل علي. أبو علي تفضل. أبو علي حياك الله. حيا ودوني حياك الله وحيا الإذاعة المجاهدة الكريمة. حياك صوت العراق صوت الحق. يا هلا بك أستاذ عمر أخوي العزيز. ما الأرشف هذا العراق بلد الرافدين تالي تأخذ الأوامر من إيران. يجي هذا القرد الإيراني يجي ناري بشكل الحكومة مع الأسف. وين الوطنية؟ وين العراقيين؟ وين أهل النخوة؟ يعني العراق عراق بس اسمه كلمة اسم العراق كلش كافي بين الدول. يعني يجي هذا القرد يجي هنا يشكل حكومة ويا دول الفاسدين قتلت العراقيين. مصطفى كاظم مو قال أنا أتعهد أمام الشعب أطلع قتلة المتظاهرين؟ شو لي حتى لا أطلع قتلة المتظاهرين؟ ديالة من سووها طائفية وقتلوا وصار أساس يدعون بالإرهاب. شو ما حتى الله على القتلة مال ديالة والرزازة. نعم. دور العشائر شيوخ العشائر ليش ساكتين؟ شفت لك مؤتمر لشيوخ العشائر وطلعوا وقالوا يابا هذا الشعب صار هيك قتيل تدمير سلموا لحياهم في إيران. والله مع الأسف اشتكت استاذ عمر اخوي العراق انتهى باع اكتب زين. اذا اسماعيل قاني يجي ويجتمع بيهم يدعوهم الى تشكيل حكومه توافقيه ليش سووا انتخابات وسووا هذه المشاكل ودزوا طيارات مسيرة على بيت مصطفى الكاظمي وصارت مشكلة بالمقدادية وكتلوا ناس أبرياء ودخلوا داعش على أساس داعش داخل إلى قرية الرشاد وما لزموا ولا واحد داعش؟ يعني تحسها أنه فد شيء مترابط بشيء اللي خلط الأوراق على الساحة العراقية من البداية. لا تسووا انتخابات، اقعدوا بيناتكم سووا حكومة توافقية بيناتكم، هاي منصبك هاي إلك وهاي إلي ومع السلامة. ليش هذه؟ والله يا أستاذ عمرو خليش وخليش معنى الشعب العراقي الشريف الوطني. والله التخبرات وزب فاسدة إيران. إذا هم يريدون يشكلون الحكومة هم يشكلون يضحكون على الشعب. أستاذ عمر الله يرضى عليك يا التخبرات هاي مليارات هم بيجنبوا يا أبا. إذا الشعب ما اتخبهم هو إيران قادي تخليهم تخليهم إيران. عني العراق مستلمت إيران من كبير من صغيرنا وما أتأسف. والله يا أستاذ عمر ما أتأسف. نعم. يعني شو تسوي بس بتختيار؟ شو اللي راح نسوي؟ صدت العشائر ليش ساكت العشائر؟ دور كبير الشيوخ العشائر الكرماء. يعني ليش ساكتين هذا الصمت؟ ليش يعني يجي العراق الباع؟ المرجعيات ساكتة، علماء الدين ساكتين، شيوخ العشائر ساكتين مع الأسف اللي يدعون هم الشيوخ العشائر. أنا أشكرك أبو علي من المدائن كان معنا. معنا أبو أمين من أربيل، تفضل أبو أمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك حبيبي قلبي. يقول لي هو يحتاج واحد يناقش عليه ما الخزعلي والعامري أخويا. هم ذولا حكومة ذولا هم حكومتنا ذولا. نعم. هذولا ناس مجرمين عايزين الإيران سمعا وطاعا. يا خامني سمعا وطاعا يا حكومة إيران. وعيب على هاي المرة، هاي المرة عيب عليها الدافع عن الحشد. ما الحشد مو نبش أبو العراق. مو عيب عليها تولد يا أدبسيس دافع عن الحشد. الحشد وشكو مجرم بيه، شكو قاتل بيه. أرجوك بدون تجاوز. هذول كلهم إيرانيين. نعم يا أخوي. هذا هاي من 2003 العراق النبش أهل أهله منو بيهم مرتاح؟ بس هو الخزعلي وهادي العامري اللي كل شيء ما يفتهم. وزير النقل بزمن المالكي نبش دمر النقل. دمره منو ما دمره العراق؟
يا اخوي احنا الان في 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 مصيبه كبرى كبرى، ولا هذا الكاظمي هذا لا يحل لا يربط، انسان حاطيه هيك مزهريه، والعراق اقتصادها راحت، امواله راحت، شبابه راحت يا اخويا، والمملكه الى رب العالمين، من الله ينتقم من ايران وينتقم من هالحثالات هاي اللي هم الان بيقودونه، نعلت الله عليهم في الدنيا والاخره. وشكرا اخويا. أنا أشكرك أبو أمين من أربيل كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. كل عضو جمعية وطنية كلف الدولة بحدود 1,400,000,000 إلى 1,500,000,000 من ذاك الوقت، بس رواتب الشخصية بدون الحرز باتشي أفضل طبر بجيبه. عضو الجمعية الوطنية عن خدمة 9 أشهر، هاي الطبقة السياسية شرعت هذا القانون. يا شعب انت شلون تعيد انتخاب هاي الطبقة السياسية والمتحدث منهم؟ أنا كنت عضو جمعية وطنية وأنا استفاديت من هاي الامتيازات، وعن خدمة 9 أشهر طبنا بهالجيب 1,400,000,000 إلى 1,500,000,000 عدا تكاليف الحراسات بشرفك. ها هاي الطبقة السياسية يصير هذا الشعير طريقة التعامل القاسية التي شاهدناها عبر مشاهد واضحة من حرق خيام ورمي رصاص كثيف هي أمور مستنكرة مستهجنة، يجب التحقيق بها بدقة وأخذها محمل الجد، وعدم التعامل معها بهشاشة وسطحية، وإنما التعامل معها بجدية للوصول إلى الحقائق. أهلا بكم من جديد. طبعا القيادة في تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم حسن فدعم قال بأن حكومة الأغلبية باتت أمرا بعيدا جدا في العراق، وبين في تصريح للصحفيين في بغداد بأن الوضع السياسي يفرض على الجميع الذهاب إلى حكومة توافقية مدعومة من كل الأطراف السياسية وبمشاركة الجميع، وحكومة الأغلبية أصبحت بعيدة جدا، معتبرا بأنه لا يمكن لأي جهة سياسية فرض الأمر الواقع من دون توافقات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة. معنا اتصال جابر من واسط. جابر، في ظل طرح إيراني لتشكيل حكومة توافقية وفي ظل موافقة أطراف في الإطار التنسيقي ومنهم التيار مثل ما قرأنا قبل شوية تيار الحكمة، هل إيران سوف تشكل الحكومة القادمة في العراق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. لا لا استاذ، ان شاء الله ما شكل حكومه، العراقيين عندهم ارادتهم ان شاء الله، والخيرين موجودين عيابه. نعم. وان شاء الله ايران انتهت سطوتها على العراق. بس انا اقول لك بوحده استاذ فدوى القلبك اذا تسمح لي. تفضل. الو. تفضل جابر. بالنسبه للحشد هسه احنا عندنا موضوع احنا اذا كل متصل الرد علي. طيب. هاي احنا راح نطلع عن خارج موضوع الحلقه. احنا عندنا موضوع حلقه. اسماعيل قاني اجى لبغداد وقعد ويا الجماعه ويا الاطراف، الكاظمي، برهم صالح، غيره، قال لهم حكومه توافقيه. انت برايك كمواطن عراقي لعد ليش صارت انتخابات اذا حكومه توافقيه؟ اكو ناس تار صدري اخذ اكثر المقاعد، واكو قوائم اخرى اخذت مقاعد، كان لا سووا انتخابات، علاش يسوون حكومة توافقية؟ كان سواهم لبداية الحكومة التوافقية وخلص. هذا موضوعنا، أرجوك تفضل. صحيح أستاذ، إحنا هسه أغلبية الأصوات هم التيار الصدر، غير نقول بحسب النتائج. نعم، حسب النتائج والشارع. يعني هسه إحنا نعيش في الشارع، يعني الصدر ينتخبوا هاي الصدرية عيابه. إحنا ليش ما نخليهم نجرب الصدرية والفادوا ونجربهم؟ ليش نحفرر عليهم مثلاً؟ ما هو هذا التساؤل. انت يعني احنا ليش ما نجربهم؟ يعني هو ايران، انت جزء ما افتهمت. ايران تقول شكله حكومه توافقيه بغض النظر عن نتائج الانتخابات.
يعني انت فايز انت خسران تاخذ حصه من الحكومه، شلون يصير هذا الحكي؟ لا كل من واستحقاقه استاذ، يعني ما ترهم، يعني انت تجيني من خارج بلدي تجي تفرض علي، ما يصير هذا الحكي. هذا حكيهم وتصريحاتهم. حكيهم ما انا وجهه نظري غير تسالني. نعم يعني جابر تسمعني؟ جابر انقطع اتصال مع جابر من واسط. معنا ثامر من بغداد. ثامر، هل يعني بالفعل أصبحت حكومة الأغلبية بعيدة جدا مثل ما قال حسن فدعم القيادي في تيار الحكمة؟ ثامر انقطع اتصال مع ثامر من بغداد. طبعا في غضون ذلك يستمر عدم اعتراف القوى الرافضة لنتائج الانتخابات بها، وهو ما ترجمه بيان الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الحليفة لإيران عقب اجتماع لها في بغداد في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين، إذ تضمن في أحد بنوده الدعوة إلى البحث عن معالجات أسماها قانونية لأزمة نتائج الانتخابات غير الموضوعية تعيد لجميع الأطراف الثقة بالعملية الانتخابية التي اهتزت بدرجة كبيرة، والدعوة إلى اجتماع وطني لبحث إمكانية إيجاد حلول لهذه الأزمة المستعصية بحسب تعبير الإطار التنسيقي. زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي جدد رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات قائلا في حديث مع قناة الجزيرة يوم أمس بأن النتائج غير المنطقية للانتخابات تدفعنا للاعتقاد بأنها برمجت لتغليب طرف بفارق كبير، في إشارة إلى التيار الصدري، وأوضح بأن المطالبة بإعادة الانتخابات لا تزال قائمة بسبب ما رافقها من تلاعب. معنا أبو علي من الموصل، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أنت حلقتك على مود إيران يعني يشكل حكومة مو؟ لا، احنا قلنا بانه هناك طرح من قبل ايران بتشكيل حكومه توافقيه، واليوم حديث الاطار التنسيقي بانه تكون الحكومه بعيده عن الاغلبيه، تكون حكومه توافقيه. استاذ هو مصطفى القادري ما سوى اجتماع ويا سيد علي خامنائي، قال سيد علي خامنائي هو يعني من ما راح سيد علي خامنائي قال احنا ما ندخل بشؤون داخل العراق، لأن بس ندخل بالحرب داخل العراق، يعني الشؤون الداخلية ما يدخلون به. هذا تصريح إسماعيل قاني وإيرج مسجدي، تصريح إلى التلفزيون الإيراني بأنه دعا القيادات والزعامات في العراق إلى تشكيل حكومة توافقية بعيدة عن نتائج الانتخابات. أستاذ ماكو يجي حكي، يعني ارج مسجدي يعني ارج مسجدي ارج لا 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 شو العلاقه؟ انا رجال دا انقل ما تحدث به، يعني السفير الايراني في بغداد ارج مسجدي واسماعيل قاني يكذبون جهات رسميه ايرانيه. هو السيد علي خامنائي اذا مظله شريف قال نحن ما ندخل بداخليه من العراق، يعني ما عندنا شغل بشؤون العراق داخل. هم مدى يتدخلون يعني؟ مدى يتدخلون؟ ما يدخلون استاذ، هم ما يدخلون. ابو علي انا اشكرك. ابو علي من الموصل، ارجع لليوتيوب، ارجع لليوتيوب وشوف وزير النقل بن كين اللي كان قبل حكومتين موجود، شوف تصريحه شو يقول على السفير الايراني بالعراق. ارجع علي، انت من الموصل والظاهر اعتقد يعني هو الرجال هم كردي، ارجع يتحدث باللغة العربية الفصيحة الواضحة، ارجع لليوتيوب شوف شو يقول بانه الجماعة شون متدخلين بالشأن العراقي، اذا انت ما تقتنع، يعني اذا انت لا مقتنع بتصريح ارج مسجدي اللي هو ايراني ولا باسماعيل قاني ولا باي طرف ايراني، عفوا من العراقيين، يعني احنا وسيله تنقل ما موجود على الارض. نعم، اكو اتصال. نعم، القيادي في كتله الصادقون التابعه لميليشيا العصائب محمد البلداوي تحدث لصحيفه العربيه الجديد وقال بانهم
مؤمنون بوجود تلاعب واختراق أسماه سيبراني، أي يعني اختراق إلكتروني جرى من خلاله تزوير النتائج، مؤكدا بأنهم لن يعترفوا بها. وأضاف البلداوي بأن عمليات العدوى الفرز اليدوي الجزئية لا تلبي الطلب وغير موفقة وليست دقيقة، وبالتالي لا يمكن التسليم بهذا الإجراء، وطلبنا عدا وفرزا يدويا كاملا لكل محطات العراق مع مطابقة بصمات الناخبين أيضا. وحول الخطوة المقبلة قال: إذا لم تتغير النتائج وتصحح مسار العملية الانتخابية كاملة فالخيارات مفتوحة، ومنها أننا لن نشترك بالحكومة. لكن القيادة في التيار الصدري عصام حسين اتهم يوم أمس الثلاثاء، اتهم القوى الرافضة لنتائج الانتخابات بأنها تريد إدخال العراق في أزمات حتى تحصل بالنهاية على حلول لصالحها. وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام محلية بأن قضية الاعتراض على نتائج الانتخابات كانت البداية ووصلت إلى استهداف الكاظمي، وقال هذا أمر خطير جدا. تحدث عن استمرار التيار الصدري في مشاوراته مع كتل أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة. إذن كان تساؤل الحلقة: هل ستشكل إيران الحكومة المقبلة في العراق في ظل دعوتها لتشكيل حكومة توافقية بغض النظر عن نتائج الانتخابات، كما صرح بذلك إرج مسجدي السفير الإيراني في العراق للتلفزيون الإيراني، ونقل ما جرى أو بعض ما جرى باجتماع إسماعيل قاني قائد فيلق القدس الإيراني مع القيادات والزعامات في العراق. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.